السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع التعويم ده خد وقت كبير وناس كتير اتكلمت فيه، لكن في النهاية الحكومة حتى الآن معومتش التعويمة الرابعة، والناس كلها بقت بتسأل طيب موضوع التعويم ده راح لفين؟ كان في بنك كده زمان اسمه سيتي بنك لو تفتكروه. البنك ده النهاردة بقى فيه مجموعة ليه اسمها مجموعة سيتي. مجموعة سيتي طلعوا وقال لك بيان إن مصر مش هتعوم، مش هتعمل التعويمة دي. طب قال لك ليه مصر مش هتعوم؟ قال لك والله لا، ده مصر مش هتعمل التعويمة دي أصلاً، لأن لغاية دلوقتي مصر ما عندهاش القدرة إن هي تسند الجنيه. أيوة، طب وبعدين طلعت لك بعد كده بلومبرج قالت لك إيه؟ طبعاً بلومبرج الاقتصادية دي اللي هي كلامها نافذ على كل الناس، ها؟ مهم يعني طلعت بلومبرج قالت لك ايه؟ لا ده مصر مش هتعوم الجنيه الا مع نهاية السنة المالية. الا مع نهاية السنة المالية. يعني بعد شهر 7. طب ليه؟ طب ما الكلام ده كده هيودينا لفين؟ هل فعلا مصر او الحكومة المصرية بتفكر بشكل مختلف عن اللي كل الناس بتفكر بيه؟ انتوا عارفين ان كان المفروض القسط الثاني من القرض بتاع صندوق النقد الدولي كان هيدفع او كنا هناخده من حوالي شهر وشويه، ما خدناهوش. طب ليه ما خدناهوش؟ لان احنا الحكومه ما عومتش، ما عملتش التعويمه الرابعه. طب اللجنه بتاعه صندوق النقد الدولي اللي كانت بتيجي تراقب المفروض كانت جايه تراقب في شهر 3، شهر مارس اللي فات، ما جاتش. طب ما جاتش ليه؟ عشان الحكومه ما عملتش التعويمه الرابعه. من ضمن شروط صندوق النقد الدولي عشان يدينا ال 3 مليار دولار اللي هم متجزئين على دفعات ان الدولار يكون سعره محرر في مصر. يعني ايه؟ يعني النهارده سعر الدولار مثلا 31 جنيه، بكره الصبح بقى 32، بعد بكره بقى 29، طبقا لنظريه العرض والطلب يتم تسعير الدولار سواء كان في البنك او بره البنك. طيب ما وبعدين؟ طب الحكومة ليه بقى، عشان برضو الناس تبقى فاهمة، ليه الحكومة ما عملتش التعويمة الرابعة أو ليه ما عومتش الجنيه لغاية دلوقتي وساكتة على المهزلة دي واللي بيحصل في السوق والدنيا اللي متدردكة وسايبة الناس بتوع السوق السوداء كل يوم بحال، يوم 45 ويوم 40 ويوم 38 ويوم 37 ومحدش فاهم حاجة؟ لأن لحد وقتنا هذا الحكومة مش قادرة توفر الكمية المطلوبة من العملة. لو جت عومت وجه أو جت الشركات بقى والناس تطلب عملة عشان تبعت تستورد أي حاجة، هيبقى في ضغط على العملة، فجأة ممكن تلاقي الجنيه ينخفض لدرجة إن الدولار ممكن يوصل ل 50 جنيه. فالحكومة مش عايزة توصل الموضوع للحتة دي، عشان كده هي حتى وقتنا هذا ما عومتش الجنيه أو ما عومتش التعويمة الرابعة. طب ما يعني طب ماشي، احنا مع الحكومه لغايه الاخر، هتستنى لغايه نهايه السنه الماليه اللي هي كمان خلاص يعني شهرين وبعدين هتشوف التعويمه دي. طيب هل من ضمن الحاجات اللي كانت المفروض تحصل شراء الصناديق الخليجيه لبعض من الاسهم الخاصه بال 32 شركه الحكوميه حصل؟ لا ما حصلش. كل اللي اتباعوا، مش اتباعوا يعني، اللي اتباع منهم اسهم هم شركتين من ال 32 شركه. طب انتوا مستنيين ايه بقى؟ يعني احنا النهارده بعد ما نخلص السنه الماليه هنعوم التعويمه الرابعه وهنبيع للصناديق الخليجيه الاسهم بتاعت الشركات، ولا طب يعني هي السنه الماليه اللي جايه دي هي اللي فيها كل حاجه؟ انا ما اعتقدش ان ده هيحصل، وده مش هيبقى حاجة سهلة لو الحكومة يعني رسم على كده، لو وزير المالية بتاعنا راسم على كده، فأنا أعتقد إن مش يعني لا مش رايحين في الاتجاه الصح. وده مش كلامي، ده كلام مجموعة سيتي ومجموعة بلومبرج، ده كلامهم هم بيقولوا كده. هم بيقولوا لو الحكومة المصرية استنت لغاية نهاية السنة المالية عشان تعوم، ده مش هيبقى اختيار موفق. طيب بتعتمد على ايه الحكومه المصريه او وزير الماليه ان هي تستنى لغايه نهايه السنه الماليه؟ قال لك ايه بقى؟ بص بقى يا سيدي،
قال لك اولا الحكومه مستنيه ايرادات السياحه تقفل مع نهايه السنه الماليه لتصل ل 14 مليار دولار، ودي قفزه كبيره في ايرادات السياحه في مصر. القفزه دي عدت او زادت عن السنه اللي فاتت بقيمه او بقدر حوالي 25%، وده رقم كويس، رقم حلو قوي لو ده حصل يعني. وبرده مستنيه ارتفاع ايرادات قناه السويس عشان برضو تتقفل مع نهايه السنه الماليه. وقال لك تحويلات المصريين بالخارج المفروض ان هي هتزيد، انا ما اعرفش ازاي هتزيد. يعني انا ما اعرفش الحكومه مرتكزه ازاي على النقطه دي، لان النقطه دي اصلا المغتربين مش عايزين يحولوا، لان هم شايفين ان لو حول الفلوس او الدولارات او العمله اللي معاه حولها لمصر على البنك، هو عشان يصرفها هيصرفها ب 31 جنيه، انما لو حولها تبع السوق السوداء، النهارده السوق السوداء سعر الدولار انخفض وصل ل 38 بعد ما كان وصل ل 41 و42 من ايام، النهارده امبارح كان 37 والنهارده وصل ل 38. ما اعرفش البند ده يعني مستندين عليه ليه. والبند الاخير قال لك تحويلات التحويلات الخاصه بمبادره المغتربين مستنيين ان هي توصل لمليار دولار. طبعا هو خلاص الموضوع بتاع المغتربين ده قفل خلاص يوم 15 اول امبارح، يوم سوري 14 قفل، فخلاص الموضوع ده خلص وما عملوش تمديد. فخلاص انا قلت مثلا هيمدوه لغايه مثلا نهايه السنه الماليه، فبرضه دي فرصه كويسه ان هم يزودوا، لكن هم ما مدوش، المبادره ما تمددش، وقفت عند الشهر ده شهر 5 وشكرا على كده. طيب هل انت شايف بقى، انت من وجهه نظرك، ان الخطه اللي الحكومه حطاها اللي هي بره الصندوق حاليا، لان انا شايف دي بره الصندوق، دي خطه بره الصندوق، هل انت شايف ان الخطه دي صح؟ يعني اللي هم مستندين عليه ده فعلا ممكن يحصل؟ يعني اول مره هنشوف الحكومه بتعتمد على نفسها وايراداتها وتصديرها عشان تجيب عمله بدل من ان هي تبيع، هل ده اختيار موفق؟ للاسف الشديد حتى الان الحكومه مش هتقدر تعوم الجنيه، لان لو تعوم حاليا وهي ما عندهاش وفره من العمله هنروح في 60 داهيه. وانا بقول لك كل ما التعويمه بتتاخر كل ما انت لازم تكون متاكد ان احنا رايحين في 60 داهيه، لانه هو بيأخر لانه عارف انه لو عوم هنتبهدل كلنا. باي ذا واي برضه عشان تبقوا عارفين، يعني من ضمن الحاجات اللي يعني المبشره او اللي الحكومه برضه بتعتمد عليها، ان التضخم كان في اول السنه 40%، معيار التضخم في ابريل اللي فات شهر 4 نزل وبقى 30%. ليه؟ معرفش، هل احنا عملنا حاجه جديده؟ معرفش، بس التضخم عامه يعني معدلات التضخم في العالم كله حتى في امريكا نزلت الفتره اللي فاتت. فبرضه دي حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن الحكومه تكون معتمده عليها، بس يعني مش عارف على راي اشرف، اقفل الشباك ولا افتح الشباك؟ اقفل الشباك ولا افتح الشباك؟ محدش فاهم حاجه، ومحدش في الحكومه بيطلع يفهم حد حاجه، والدنيا خربانه سيادتك، ويعني ايه مش عارفين احنا رايحين فين. انا عايز اقول لكم انا كاتب يعني ايه السيناريوهات اللي عندي، علشان ما اعرفش يعني بحاول افكر مع الناس واشوف الناس كاتبه ايه، الناس بره بتقول عننا ايه، وبشرح لكم القصه ماشيه ازاي. مهم يعني اخيرا وليس اخرا، الحكومه المصريه منتظره في شهر 7 اللجنه بتاعه صندوق النقد الدولي عشان تيجي تراقب وتشوف هل هيدونا الدفعه الثانيه او القسط الثاني من القرض ولا على الدنيا السلنكتين. وفي نفس الوقت عشان برضو تبقوا عارفين، الصناديق الخليجيه قاعده مستنيه ولا عايزه تشتري ولا عايزه تعمل غير لما الحكومه او وزير الماليه يعوم التعويمه الرابعه، علشان بدل ما يشتري شركه بنفس الفلوس هيشتري شركتين بنفس الفلوس. دول قاعدين ودول قاعدين، واحنا يا عيني غرقانين في الطين، محدش فاهم حاجه في اي حاجه.
انا بقول لك يا باشا من الاخر، عشان في ناس كتير سالتني لو معاك فلوس، كل ناس كتير قوي تسالني انا لو معايا فلوس مصري اعمل ايه؟ تفضل مخليها مصري؟ غلط كبير. طب تعمل ايه؟ الذهب الذهب سعره بينزل هو وراها. الحاجه الوحيده اللي يعني تعتبر تكون مستقره شويه هي العمله، يعني ما بين 2 جنيه فوق 2 جنيه تحت في السوق السوداء، والسوق السوداء دي مالهاش كبير، كل واحد بيسعر بمزاجه. اللي معاه 10,000 دولار بيسعر بمزاجه، واللي معاه 100,000 دولار بيسعر بمزاجه، واللي معاه مليون دولار بيسعر بمزاجه، كل تاجر ومزاجه. ربنا يبعدنا عنهم، وربنا يعني ايه يهديهم كلهم، لان التجاره في العمله دي يعني حاجه للاسف من ضمن الحاجات اللي بتشد مصر لتحت، بتشد الاقتصاد بتاعنا لتحت. لكن طبعا الناس دي ما بيهمهاش ولا البلد ولا بيهمها الحكومه ولا يهمها حد، هي مش ما بيهمهاش غير نفسها وبس. المهم لو انت النهارده معاك فلوس مصري، حضرتك يا اما تحطها في عربيه، يا اما تحطها في عمله، يا اما تحطها في ذهب. اي حاجه غير كده الفلوس قيمتها بتقل للاسف الشديد. وباي ذا واي العربيات، يعني ليه انا قلت عربيات؟ لان فعلا العربيات كل ما بتشتري عربيه النهارده بكره تلاقي سعرها اختلف، بعد بكره تلاقي سعرها اختلف، بعد بعده سعرها اختلف. وكل يوم سيادتك والدنيا خربانه سيادتك. بص يا صاحبي، خدها مني يا صاحبي، ما تشيلش فلوس مصري معاك يا صاحبي. اشتري العقارات برضو مش مضمونه، يعني العقارات سعرها ما بيزيدش بالطريقه المفجعه، لان العقارات اعتمادها برضه الرئيسي على استيراد خامات من الخارج، والنهارده حضرتك الحديد ما بقاش حد عارف يجيبه، ده وصل ل 45,000 جنيه. فيا صاحبي خدها مني نصيحه يا صاحبي، عايز تشتغل يا صاحبي ما تشيلش معاك فلوس مصري. ومن هنا لغايه نهايه السنه الماليه هنقعد ننتظر ونشوف الحكومه المصريه فكرت تفكير صح ولا تفكير في المهلبيه. ماشي يا صاحبي، اشوفك على خير يا صاحبي. وقبل ما تمشي ما تنساش تكتب لي رايك في كومنت، وتقول لي بعد شهر 7 يا ريت، يعني انا مش بقول، انا على فكره ما عنديش معلومه اكيده، انا بقول لك ان مجموعه سيتي وبلومبرج هم اللي بيقولوا كده، بيقولوا انه ما فيش تعويم غير بعد في نهايه شهر 7، بعد نهايه السنه الماليه. طيب تفتكر بقى سعر الدولار ساعتها هيبقى كام بعد التعويم ما يحصل مع نهايه السنه الماليه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، تفتكر هل فعلا الحكومه المصريه هتستنى على التعويم ده لغايه شهر 7، ولا في تعويم اليومين دول بعد ما قفلوا خلاص القصه بتاعت المغتربين ولموا المليار دولار والدنيا ارتاحت؟ رد عليا في الكومنتات وتعمل شير، يمكن حد يسمع من الحكومه الكلام اللي احنا بنقوله. وخلي بالكم بقى من الشعب، عشان الشعب خلاص طفح والناس ما بقتش لاقيه تاكل، والعيشه بقت يعني ضنك قوي. داخلين على عيد اضحى، وقسما بالله 10% بس من الشعب اللي هيجيب لحمه. وطبعا انتوا عارفين ال 10% دول مش قاعدين معانا هنا، هم هناك في هايسندا ومراسي والجونه وسهل حشيش وسوما بي والحتت ودهب وطابه، مش قاعدين معانا هنا اصلا. فرجوا قريب ان شاء الله. قبل ما تسيب الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وشير في كل القنوات الشرعيه على السوشيال ميديا، شريف ياسر اون تراك، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، وتيك توك. واشوفكم يا رب دايما على خير. قبل ما تسيب الفيديو صلي على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.